السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سالم زين من تقنب الحدود. معنا زي ما أنتم شايفين أحد أجهزة سوني وهو الإكسبيريا جو، الجهاز اللي سألونا عنه كثير من الناس متى راح تسوي له مراجعة. أخيرا وصلنا. طبعا اللي ما يعرف الإكسبيريا جو هو أحد أجهزة سوني اللي تتحمل تقريبا كل شيء. طبعا زي ما أنتم شايفين هم حاطين صورة إنه يتحمل موية والغبار وغيرها. طبعا تحمل الموية هو العمق 1 متر لمدة 30 دقيقة. خلونا نشوف محتويات العلبة ونشوف بعض المعلومات عن الجهاز بشكل سريع. طبعا هذا هو الجهاز، زي ما انتم شايفين باللون الأصفر. طبعا الجهاز راح يتوفر 3 ألوان اللي هو الأصفر والأسود والأبيض. هذا هو الجهاز، نخليه على الجنب نشوف ايش في العلبة. هذا الغطاء الخلفي، طبعا غطاء كامل خلفي يجي. هذا هو الغطاء، تلاحظون انه مصنع من البلاستيك المطفي بحيث انه ما يمسك بصمات، وهذا شيء حلو. نركب على الجهاز، نركب بشكل سريع وسهل. طيب نشوف باقي محتويات العلبة، نشوف هذا وش بالضبط. اوكي، هذا حزام يتركب على اليد بحيث انك تدخل فيه الجهاز، تركب على المعصم يعني هنا. تدخل فيه الجهاز، يعني تعرضه من هنا زي ما انتم شايفين. هنا طبعا يدخل الجهاز، وهنا فيه فتحات على اساس الصوت يطلع منها وغيرها. اوكي، خليها على جنب. باقي طيب، هذه ما ادري ايش اسمها، لكن هي زي اللي يسمونها الكليبس او غطاء يتركب على السماعات، سماعات الاذن، بحيث انها تركب في الاذن بشكل مريح وسلس. طبعا هذه تعليقه ثانيه للجهاز، الجهاز مليان اكسسوارات، شيء حلو. شوف بعد هذه السماعه، طبعا الجهاز يقبل 3.5 ملم كالعاده، سماعات تدخل داخل الاذن. وهذا الشاحن انك تشبكه عن طريق سلك USB اللي جاي مع الجهاز الان نشوفه، وتشبكه مباشرة على الكهرباء. شيء باقي هنا، هذا شيء حلو من سوني، حطه يعني اللي عنده مايكرو سيم ممكن يدخل الشريحة حقته يستخدمها على الجهاز بشكل سريع. طيب نشوف هنا الكتيبة، دليل التشغيل واشياء كثيرة جدا، خليها على الجنب. اتوقع ما بقي شيء هنا ولا هنا، باقي اخر شيء وهو طبعا سلك المايكرو USB زي ما انتم شايفين. وينه؟ هذا هو. طيب خليها على جنب ونرفع الكرتون، نرجع للجهاز. طبعا هذا الجهاز بعد تركيب الغطاء الخلفي زي ما انتم شايفين جايب اللون الاصفر، صراحة عجبني اللون انا مرة. طيب نشوف أبعاد الجهاز، هي 111 × 60.3 العرض، وسمك الجهاز هو 9.8 ملم. طبعا الجهاز يوزن مع البطارية حوالي 110 جرام، جهاز خفيف جدا. والشاشة طبعا حجمها أو مقاسها 3.5 إنش بدقة 320 × 480 بكسل. طبعا الشاشة هي LCD وتحتوي على تقنية ال LED باكليت. طبعا الجهاز يقبل مايكرو SD وحتى 32 جيجا، وايضا فيه مساحة داخلية هي 8 جيجا، وايضا بطارية داخلية هي بطارية غير قابلة للتغيير داخلية، هي حوالي 1305 ما ادري ليش 5 ملي امبير. طبعا الجهاز من الخلف بنشوف فيه هنا ال LED فلاش، والكاميرا الخلفية اللي هي 5 ميجا بكسل، تصور 720p 30 فريم بير سكند. طبعا الجهاز للأسف ما في كاميرا أمامية، هذه مجرد سنسورز للضوء وغيره. الجهاز يحمل في الداخل معالج كورتكس A9 2 نواة بسرعة 1 جيجا هرتز في الثانية، والجي بي يو هو مالي 400. طيب بالنظر إلى الجهاز، نشغل الجهاز بشكل سريع. طبعا الجهاز يحتوي على اللي هو الأندرويد،
جينجر بريد 2.3.7 مع طبعا كالعادة وعد بالتحديث إلى اللي هو الآيس كريم ساندويتش أو الأندرويد 4. في شيء بعد نسيت أذكره اللي هو الرام الموجودة في الجهاز هي 512. طيب زي ما انتم شايفين هذه واجهة سوني المعتادة، نشوفها بشكل أحسن. اوكي اختيار اللغة، طبعا الجهاز خلينا نشوف اللغة العربية موجودة، اتوقع انه ايوه هذه ابشر غيرها ادري بنحطها. طبعا واجهة سوني المعتادة وبرامج سوني المدمجة مع الجهاز كالعادة، يعني ما في اي يعني شيء غريب في النظام عن اجهزة سوني الباقية. الشيء المهم واللي يهم الناس هو عشان يشترون هذا الجهاز انه يتحمل المويه، طبعا زي ما انتم شايفين الجهاز شغال. وراح نجيب المويه طيب بعد شوي. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا هذه المويه، هذا الجوال بنحطه داخل المويه. خلونا نتاكد من الغطاء ومسكر صح عشان ما نجيب العيد. طيب دخلنا الجهاز في المويه، شوف الجهاز شغال تحت المويه، شيء حلو جدا. شوف ندخل، طبعا الشاشة ما تقبل تحت المويه فما في إمكانية أبدا. دخل بعد مرة ثانية، الجهاز شغال زي ما انتم شايفين. طيب هذا كان يعني زي ما تقول ديمونستريشن بسيط عن الجوال تحت المويه. طبعا الميزه في المواد التصنيعيه حقت الجهاز انها يعني حتى شوف المويه بدات تنشف بشكل سريع على الجهاز، ما تمسك المويه. هذا شيء حلو في الجهاز، والجهاز طبعا هو ضد الغبار وضد المويه وضد يعني ايضا حتى اتوقع في بعض المواقع حتى جربت عليه بعض يعني يحطون عليه مسدس هواء وايضا كان يتحمل. شغل الجهاز نشوف شغال بشكل طبيعي ما في اي شيء وفولي فانكشن زي ما يقولون. طبعا راح نعرض لكم مقطع بسيط للتصوير تحت المويه. شغلنا الكاميرا، شغلنا الفيديو، صورنا تحت المويه، وراح نعرضها في نهايه الفيديو هذا ان شاء الله. هذا كل ما لدينا عن الاكسبيريا جو. كان معكم اخوكم سهيل المزيني، ينتقل بالحدود، مع السلامه.